وأكيد مشاهدينا فقرتنا الأولى بتهم اليوم كل الطلاب، طلاب كلية الإعلام بجامعة دمشق، وتحديدا طلاب كلية الإعلام بجامعة دمشق. ومن فترة قريبة كتير كلنا سمعنا عن الامتحان المعياري يلي تم بالجامعة للقبول بكلية الإعلام، ويلي ضم كمان 500 طالب وطالبة من كلا الفرعين علمي وأدبي، وكان كمان في نسبة نجاح عالية. أكيد نتمنى لكم التوفيق، إن شاء الله هيك نشوفهم زملاء قريب. أكيد إن شاء الله يا عفاف. بدنا ننوه لنقطة كتير مهمة، إنه هيدي أول مرة بكلية الإعلام، هيدي خطوة كتير مهمة، هذا الامتحان المعياري الكيد يلي كانت الأسئلة بتناسب كل المستويات وقدرات الطلاب. ولجانب هي الخطوة كمان تم فرز طلاب السنة الأولى للاختصاصات الأربعة الموجودة حسب أكيد المعدل السنة الأولى وحسب المقابلة. نعرف أكثر مشاهدينا عن أبرز المستجدات بكلية الإعلام على الصعيد العلمي والعملي وآلية القبول والفرز وأبرز مشاريع التخرج والدورات والفعاليات التي تقام في الكلية. بيسعدنا أنه يكون ضيفنا لليوم الأستاذ الياس أبو جراب، معيد في كلية الإعلام وممثل أيضا دراسات العليا. يسعد صبحك أستاذ. صباحكم. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم. صباح الخير أستاذ الياس، وأهلا وسهلا فيك. يعني اليوم عم نحكي عن فرز أو مشاركة 500 طالب بدهم ينجحوا بهذا المجال. اليوم خلينا نحكي عن آلية القبول بكلية الإعلام، كيف تم وكيف صار؟ بداية قبل الإجابة على السؤال، أود أن أقدم التهنئة لكل طلاب سوريا الذين انتقلوا من المرحلة الثانوية إلى المرحلة الجامعية، سواء في كلية الإعلام أو في غيرها من الكليات الأخرى. أيضا يعني أبارك لجامعة دمشق العريقة دخولها في التصنيف التايمز الدولي من ضمن أفضل الجامعات على مستوى العالم. بالنسبة لامتحان القبول، كما تفضلتم امتحان القبول، في حلقة سابقة كنت بها ضيف في الإخبارية، نوهنا أن هناك سيكون فحص قبول في كلية الإعلام. كان هذا الكلام في بداية حزيران. كلية الإعلام هي أول مرة في تاريخها يتم فحص قبول. طبعا كان الامتحان كتابي مؤتمت، عبارة عن 50 سؤال تتم الإجابة عليها في ساعة من الوقت، تراعي طلبات الثانوية بحيث تكون ليست صعبة جدا كما ليست سهلة جدا، وإنما هي من المستوى المتوسط. تضم 4 أجزاء: تقيس الحس الاتصالي لدى الطالب، مستوى اللغة الإعلامية الموجودة لديه، وأيضا مستوى الذائقة اللغوية العربية، بالإضافة إلى الثقافة العامة. الأسئلة تم وضعها من قبل لجنة في الكلية من أساتذة الكلية، تراعي التخصصات الأربعة في كلية الإعلام. تقدم لها ما يقارب 500 طالب، وكانت نسبة النجاح عالية تفوق ال 450 طالب. وبالاستطلاعات الرأي التي قام بها الإعلام مع الطلبة، أبدأ الطلبة الارتياح في التقدم لهذا الامتحان. أكيد أستاذ الياس، قبل ما ننتقل للفقرة الثانية اللي هي فرز الطلاب للاختصاصات الأربعة، خلينا نرجع شوي على الامتحان المعياري. يعني ذكرنا أنه تقريبا 470 طالب نجحوا، عدد يعني اليوم مو قليل، فهل اليوم نجاحهم هن قادرين يدخلوا اليوم مجال السوق الإعلامي؟ كيف لاحظتوا أكثر أستاذ؟ طبعا يعني كون ما بدأ العام الدراسي بشكل حقيقي، لم يتم هناك احتكاك ما بين الأساتذة والطلبة كي نعرف مستوياتهم وخبراتهم، لكن يعني بشرى سارة أن يكون هناك هذا الجيل الذي يمتلك الوعي وخرج من مرحلة الثانوية وتقدم عدد كبير ونجح عدد كبير. هذا يدل أن الجيل لديه إمكانيات ودخل عن شغف. أيضا بالإضافة لامتحان القبول هذا العام، تم رفع نسبة اللغة العربية واللغة الأجنبية إلى 80% أيضا، بالإضافة إلى فحص القبول، فهذا يدل أن الطلبة لديهم مهارات جيدة. الدخول لسوق العمل الإعلامي، كما نعرف أن الإعلام نقول عنه كالسماء بلا حدود، صحيح، ومن يستطيع أن يحلق به بشكل جيد عليه أن يمتلك الثقافة العامة والمتخصصة. فممكن نرى في العمل الإعلامي أشخاص دخلت إلى الإخراج، إلى الدراما، إلى التصوير، إلى التحرير، إلى أعداد البرامج، فسيكون لهم أماكن
تستحق وجودهم بها إن شاء الله. طيب أستاذ الياس، خلينا هيك ننتقل لمشاريع التخرج اللي تقدمت، أكيد كانت مميزة بما أنه في كل هذا الشغف وكل هذا القبول للانتساب لهذا الفرع. اليوم أبرز مشاريع التخرج اللي تقدمت كيف كانت وكيف كمان تم استثمارها؟ فيما يخص مشاريع التخرج، دائما في بداية العام الدراسي يكون لدى الطالب هاجس التسجيل المشروع. في كل قسم في الكلية يوجد خطة يجب على الطالب أن يختار من بينها، في الإذاعة والتلفزيون، في العلاقات العامة والإعلان، الصحافة والنشر، وأيضا في الإعلام الإلكتروني. الطالب يختار من ضمن الخطة لكي نقوم بدور إرشادي وبدور تعريفي للطالب. قامت كلية الإعلام العام الماضي في مبادرة مشروعي لترشد الطالب نحو اختيار صحيح لمشروع التخرج، وشرحنا للطالب نماذج من مشاريع تخرج الدفعة السابقة. اطلع الطالب على المشاريع كي يقوم على هذا النمط. مشاريع التخرج تقدمت بطريقة جدا احترافية تناسب العصر الراهن، وأيضا من موضوعات تستحق أن يتم العمل عليها. يعني كان هناك مشاريع خلدت الشهداء، كان هناك مشاريع دعت إلى التنمية المستدامة في كافة الأقسام، مشاريع لحفظ التراث والهوية، خاصة في الوقت الذي تتعرض فيه بلادنا العربية عموما إلى غزو ثقافي ممنهج، تأتي مشاريع كلية الإعلام كالسلاح في وجه هذا الغزو الثقافي. صحيح، يعني نجاح المشاريع كان اليوم مو بس بسبب جهود الطلاب، لا كمان بسبب جهود المشرفين ايضا. استاذ الياس، خلينا نرجع على آلية الفرز. نحن بنعرف انه اليوم بكلية الاعلام في عندنا 4 اختصاصات: اذاعه، صحافي، علاقات الكتروني. دائما بهي الفتره بتلاقي الطلاب يمكن قبل الفرز ميولهم كان اذاعه، ميولهم يمكن اخر رغبه كانت الصحافه. هي المشكله دائما عم نشوفها موجوده بكلية الاعلام، شو السبب؟ وهل اليوم المقابلة العملية اللي تم إجرائها أنصفت الطلاب اليوم وممكن دخلت كل طالب بالاختصاص يلي بيناسبه؟ فيما أيضا يعني يخص عملية الفرز لها شروط، يعني المقابلة هي شرط من ضمن هذه الشروط. لدينا معدل السنة الأولى، أيضا نجح الطالب في السنة الأولى يتقدم إلى المفاضلة، للمفاضلة داخل الكلية ليضع فيها رغباته، ومن ثم تأتي المقابلة هي الجزء الأخير. المقابلة بعشرين درجة، لكن يلعب الدور دائما معدل السنة الأولى. فيما يخص هذه التخصصات والفرز، من ناحية الأنصاف لنكون صريحين، لا نستطيع أن نرضي جميع رغبات الطلبة كما نقول أنه عدد كبير من الطلاب. يجب على كل طالب يصمم على اختصاص معين أن يجتهد على نفسه في السنة الأولى كي يستطيع أن يدخل إلى هذا التخصص. الفرز طبعا يتم من أيضا لجنة من قبل أساتذة الكلية. في الأسئلة التي يدخل بها الطالب، يجب على الطالب أن يكون لديه معرفة حول هذه التخصصات، معرفة ماذا يريد من الاختصاص الذي يدخل فيه. تقيس أسئلة المقابلة مدى قدرة هذا الطالب على التأقلم مع هذا التخصص بمواده، وأيضا يعني مستوى قناعته، مستوى أدائه، وأيضا العلامات قد تنصف وقد لا تنصف، لكن ما ينصف بالنهاية هو اجتهاد الطالب على نفسه. كون الإعلام فرع إبداعي يتطلب دائما المواكبة لكل جديد. تمام، وما بدنا ننسى كمان أستاذ الياس الجانب العملي من هذا الاختصاص، قد ايه هو اليوم مهم وضروري، مو بس انه تعليم كتابة وورق، لازم نحن نعمل شيء عملي لحتى نكون مبدعين اكثر بهذا المجال. طب اليوم الكلية عم تعمل دورات لكل حدا ممكن عنده صعوبات بأي اختصاص كان بمجال الإعلام، هي الدورات اللي عم تقيمها الكلية، خلينا نحكي عنها شوي، شو عم تقدم وكيف عم تساعد الطلاب؟ دورات الكلية تأتي على مستويين، دورات للطلبة وهناك أيضا دورات لأعضاء الهيئة التعليمية. فيما يخص دورات الطلبة، دائما الدورات تكون مجانية ضمن كلية الإعلام بالتعاون مع الاتحاد الوطني طلبة سوريا، أيضا هناك دورات بالتعاون مع حزب البعث العربي الاشتراكي في جامعة دمشق. تأتي الدورات مجانية للطلبة، تقوم بإرشادهم قدر المستطاع لممارسة المهنة فيما بعد، كي لا يكون الجانب الأكاديمي في مجال والجانب سوق العمل في مجال آخر.
وإنما لوضع سكة تنقل الطالب بشكل يسير إلى هذا المجال. أيضاً الكلية تستقطب أشخاص من مستوى متميز من العاملين في الجانب الإعلامي المهني للتدريس العملي في الكلية، بالإضافة إلى أساتذة تقدم لهم دعم الكلية. يعني نعم، هذا المدرس في الجانب العملي ممكن يحقق للطلبة استاجات داخل الكلية حسب اختصاصه، أو ممكن أن يصطحبهم بزيارات عملية إلى استديوهات أو إلى مؤسسات صحفية أيضا. بالنسبة للمعيدين أعضاء الهيئة التعليمية، انطلقت منذ أسابيع دورة لتستجيب للوقت الراهن الذكاء الصناعي في الإعلام، أيضا كي يستطيع المعيد أن يتعلم منها وأيضا ينقل هذه المعلومات إلى طلابه. تمام أستاذ الياس، حضرتك ممثلة الدراسات العليا، وتقريبا كل يوم أربعاء عم بيكون في سيمينارات موجودة بالجامعة إن كان لطلاب الدكتوراه أو الماجستير، خلينا نحكي عن كيفية انعقاد هي السيمينارات، مين الأعضاء التدريسية اللي عم تكون موجودة، وهي فعلا قديش مهمة اليوم للطلاب بهذه المرحلة؟ طبعا مثل ما تفضلتي أصبحت السيمينارات دورية في كليتنا وغيرها من الكليات. اليوم الأربعاء يوجد سيمينار الآن في هذه اللحظة في الكلية، السيمينار يدار من قبل النائب العلمي في الكلية بالإضافة إلى رؤساء الأقسام الموجودين أيضا في الكلية. كل أربعاء لدينا موعد للسيمينار يكون بحسب تواريخ تسجيل الطلبة. على الطالب في مرحلة الرسالة أن يجتاز ما يقارب 3 إلى 4 سيمينارات في العام الواحد، ليس خلال فترة الرسالة ككل. تأتي كل 3 أشهر أو 4 أشهر سيمينار للطالب. هذه السيمينارات تكون مرحلية غير سيمينار التسجيل. هناك سيمينار للتسجيل يكون بشكل بدائي، ومن ثم بعد اعتماد الفكرة سيمينارات مرحلية. كل سيمينار يصوب ما وصل إليه الطالب، يكون السيمينار علني، يستطيع أن يحضر هذا السيمينار أي طالب حتى لو كان في السنة الأولى ويريد أن يأخذ معرفة عن السنة الثانية. السيمينارات تدمج بين طلاب الماجستير والدكتوراه، دائما في تلاقي فكري، يتم التصويب العلني لتعم الفائدة على الجميع. وأيضا في سيمينار نهائي للطالب، عندما يصل لنهاية الرسالة أو الأطروحة يجري سيمينار نهائي، أيضا يتم تصويب فيه كل العثرات وتعزيز الإيجابيات قبل الانطلاق إلى مرحلة تشكيل لجنة الحكم والدفاع العلني. طيب خلينا ولو بآخر هيك دقيقتين من الوقت أستاذ الياس، اليوم أكيد كل طلاب كلية الإعلام عندهم فضول يعرفوا عن تحضيراتكم القادمة، أنتم ككلية إعلام شو هي التحضيرات القادمة بالفترة اللي جاي؟ تحضيرات كثيرة جدا وأنشطة مختلفة ومتنوعة نستطيع من خلالها نأمل، يعني نعول جدا على هذه الأنشطة أن تقدم للطالب كل ما يستطيع أن يحققه، تخصصات، فرز، دورات. الأنشطة المقبلة ستعزز الإعلام العصري المتطور، ونحن بغض النظر عن الاختصاصات يستطيع خريج الإعلام أن يعمل في كل مجال، وإن شاء الله أن تكون الفترة المقبلة خير على بلادنا وعلى طلابنا إن شاء الله. أستاذ الياس، يعني بالختام سريعا، لكل طالب اليوم شغوف ودخل بكلية الإعلام، وبنفس الوقت لكل طالب يمكن دخل هي الكلية يمكن هي ما كانت رغبته، شو فينا نعطيه النصائح اليوم؟ نصائح لكل طالب أن يعرف من هذا البحر الإعلامي ما المقرر أو ما الجانب الذي يلبي طموحه أكثر يبدع فيه. هذا لا يعني أن يهمل بقية الجوانب، ولكن أن يأخذ من كل شيء شيء ويطور نفسه في شيء اختصاصي. ونتمنى يعني الخير للجميع والنجاح لهم، لأنهم هم مستقبل البلاد. لسه عنا طمع بالنصيحة منك أستاذ الياس، بما أنه عنا دقيقة رح نستغلها بشيء كتير مفيد. أهم نصيحة اليوم لكل طالب، في صعوبات أكيد بهذا المجال، وفي صعوبات كتير وتحديات، وفي منافسة شرسة، خلينا نقول الصعوبة اللي بيواجهها هذا الطالب قديه ممكن هي تحد من إنجازه، قديه ممكن ببعض الأوقات تقتل شغفه ويتراجع عن هذا الموضوع. أهم نصيحة بتقدمها؟ أهم نصيحة لكل طالب هي أن يعرف هو ماذا يريد، يبتعد عن المحبطين، يتقرب من الأشخاص. أهم شيء المحبطين. تماماً. صحيح. يبتعد عن المحبطين،
ويبتعد عن الأشخاص السلبيين والمتنمرين، يعرف ماذا يريد، يضيء على جوانب طريقه بإبداعه. سنتعرض لفشل، وجميعنا حتى لما وصلنا لمعيدين الكلية تعرضنا إلى عثرات، لكن علينا دائما أن نضع أمام أعيننا هدف ونقول ماذا أكون أنا بعد 10 سنوات. دائما يكون في عندي أنا هدف، أعمل لنفسي مقياس، أبعد عن المحبطين، أقرب من الأشخاص الأنيقين فكريا، أقرب من الأشخاص المبدعين الشغوفين. حتى لو تعرضت إلى كلمات محبطة، يجب أن أعرف كيف أحول الكلام المحبط إلى فرص استثمار كي أستطيع أن أتقدم وأخدم البلاد وأخدم هذه المسيرة. أكيد. بالختام، كنت معنا الأستاذ الياس أبو جربنا، نشكرك كثير على كل نصيحة قدمتها ضمن صباحنا غير لليوم، ويعطيكم ألف عافية، مشكورة جهودك وجهود كل الكادر التدريسي. شكرا لحضراتكم، وأكيد يعني منقدم تحية لقناة الإخبارية العظيمة وللأستاذ رامي بديوي اللي دائما مواكب لنشاطات كلية الإعلام وغيرها من الكليات، ويريد أن يضيء على هذه الجوانب. أريد أن أختم أيضا يعني مقولة أهداء الإخبارية، بدي أقول شكرا لقناتكم العظيمة على الاستضافة الكريمة. دائما بالإخبارية السورية صباحنا غير طاقة وإصرار وعزيمة. شكرا لحضراتكم. شكرا لك أستاذ الياس، وأكيد نورت صباحنا. يعطيكم العافية.